اه جهاز جديد حل بصمه. ترى حسنه جديده، لازم كل شيء يكون جديد. كل عرضه ان كل جهاز جديد يجيبوه يريد له سنه لين يوصل. الا هذا الجهاز يا صاحبي، الا هذا الجهاز. بعدين لا تنسى ان الجهاز القديم صار له سنتين، وبعدين العلم الحين تطور وتقدم. هذا الجهاز مجرد ان تحط صبعك عليه يطلع لك ذاك الصوت الجميل وهذيك الريحه الطيبه اللي يحبها قلبك. هذا ما جهاز. سوي دورك دورك. كيف سجلتي في دوره اللغه اللي تريديها؟ لا والله كل الدورات مسائيه. يعني لازم صباحيه؟ هذه دوره من العمل وضروري تكون صباحيه. كانه لازم احسب ما تيدي انت. ما لازم، بس لما طلبت الدوره ما وافقوا، عاد تو جايين يوافقوا؟ ما اريد. يا سلام عليهم، على كيفهم هذولا؟ فعلا والله احنا بس حال الدورات، اما المكافآت ياخذها غيرنا. يلا احنا مر الدورات لو يعطونا بس المكافآت. سيري سيري لحقي على اجهزة الحاسب الآلي، ترى اليوم كل واحد يجيب جهازه بنفسه. كم جهاز بيبي؟ كان الواقف الواقف تقولي كأنه عرض ما لأخ السنة. عقب يقول الميزانية ما تسمح. يا عزيزتي يا عزيزتي، في آخر السنة الميزانية تسمح وتسمح بعد، وقابلين أحبار وأقلام وأوراق كثيرة كثيرة. والله زين، مال بلاش كثر منا. ايش قصدك مال بلاش يعني؟ لا لا لا، أقصد بواقت كثر منا. هي هيك ذاك بس. سيري سيري، أنا عبرة سيري. ها استاذ نبيلة، ايش اخبار الدورات؟ للأسف استاذ ما حسجل فيها الا اثنين. هذه فوضى. نعم هذه فوضى. انا طول عمري انسان ناجح واحب التنظيم، يجي هم على كيفهم يرفضوا هذه الدورة؟ سمعيني استاذة، خبريهم وقولي لهم ان هذه الدورة اجبارية. انا ما اريد يرفع عن التقرير للناس اللي فوق ويشوفوا ان احنا ما نظمنا ولا دورة. تعرفي انهم مركزين في هذه الايام على الدورات والتدريب. مركزين على الدورات؟ طبعا. ارجوش تصرفي. حاضر، تمري بشيء ثاني؟ لا مشكورة، موفقة ان شاء الله. شكرا. استاذ مندوب الوكالة وصل. طيب خلي يتفضل، ولا اقول لك خذيه لمدير الخدمات وخلي يسلم اوامر الشراء. ان شاء الله. تفضلي. يستاهلوا الجماعة، طلبوا 3 سيارات وافقنا لهم على 5. أحسن أحسن، بدل ما يرجع الغواز للمالية. تفضل تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف ربطة الفقل اليوم؟ ربطة الفقل واحدة بمئة بيسة. وإذا اشتريت بمئتين كم تعطيني؟ أعطيك 10. كم بعطيك يعني؟ أعطيك 200. ها في حساب إنه مو مستوي. انت ما عندك خبر ان احنا في اي شهر؟ اعرفه، شهر الحج. قصدك ديسمبر؟ ديسمبر مو ابغال انا ديسمبر. اي بغي ولا ابوي، هذول ابو عندهم رواتب اخر الشهر، انا ما عندي، عندي هذول فقيل بس. ترى حتى بعد ابوي ينتظر المكافآت. المهم اعطيني 200 بيس وخلص لي بغاسير، عندي شغل. هذا كنا حد يتصل بس. هذا كنا سويلم. سلام عليكم سويلم، كيف الحال؟ ها؟ لا والله ما سمعت شيء ابدا، من يوم طالعين انا وانتهي يوم الاربعاء الماضي ما سمعت شيء البر. ها وش عليك ابوي، حاط رجل على رجل ما كماي، انا متبهدل من سوق السمك لسوق الخضره. اقول سويلم اسمعني زين، لكن التاقي. ها تفضل استاذي، هذه الموازنه بعد التعديلات الاخيره. هي سعود، لكن احنا نريد تعزيز كل البنود. طبعا استاذي، احنا لكل بند طلبنا له تعزيز بنسبة 15% بزيادة. جميل. المفروض يا جماعة بدل ما نواجه عجز ان ننفذ برامجنا ومشاريعنا على اكمل وجه. انتوا تعرفوا انا دائما اكلمكم عن التخطيط والتنظيم، هذا طبعا اذا كنا نريد نجاحات وتحقيق هذه النجاحات. واحنا ولله الحمد في هذه السنة مرت علينا واحنا في احسن حال. تو مالنا ما نتحرك من بعد ما قايل انتو؟ اظن عبد الله من الشؤون الماليه.
توعد الساعة 11 والدورة تبدأ الساعة 11. عادي، الطريق من هنا لين هناك كله 20 دقيقة. أشوف هويش الأسويلم طالع من دوام من وقت اليوم. حظه مستراح من سالفة هذه الدورة التدريبية. والله صدقتي، والله صدقتي، نعم صدقتي. السلام عليكم يا جماعة. السلام عليكم يا شباب. ما شاء الله كلهم هنا، كلهم ما شاء الله متولفين. خير خير، على وين شباب؟ سايرين معكم الدورة. دورة؟ أي دورة ذي؟ هذه أبو اسمها أبو اسمها سويلم؟ الله يهديك يا هويش الوحيد، تنسى عاد الدورة هذه اسمها هي اسمها التخطيط والتنظيم. هي اسمك جبتها صح، هي هذه. هي نعم. ولا أقول مدير العام هنا ما موجود؟ ها؟ تنظم فيك، لا تروم تسكت إلا سألك، هذا أعوذ بالله منه. يا ولد الحلال مالكم توتو خايفين؟ يا جماعة أنا ما قصدي إن المدير العام يشارك في الدورة. عجب، مو قصدك، مو قصدك. أنا قصدي إن المدير العام يجي يجتمع معنا ويقولنا كلمتين حلوات عشان يتحفز يا أخي. هذه السالفة كلها ما نريدها البر نحن. وسيق الحفلة، حرك حافلتك. أنا Heh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